FM. الكل مليك. أن بعد 14 جانفي هناك حالة من الخوف في مواقع المسؤولية دون استثناء أينما كانت المسؤولية جهوية حكومية داخل الشركات، خوف من تحمل المسؤولية، خوف من المتابعات القضائية، خوف من التشكيك، خوف من الشيطنة. هذه أجواء غير مناسبة للحكم. أنا أقول بصراحة أنه إذا كان عضو حكومة أو إذا كان مسؤول على رأس مؤسسة من المؤسسات في حالة من الخوف، في حالة من الارتباك، وتذكرون جميعا أن هذا الشعار برز حتى على شبكات التواصل الاجتماعي: الأيادي المرتعشة لا يمكنها أن تنجز سياسات ناجحة. أيادي مرتعشة لماذا؟ لأن هنالك هرسلة. أنا أعتقد أنه ضروري أن يشتغل المسؤول الحكومي انطلاقا من هيكل تنسيقي مع الهيئات الرقابية. يعني أنا أتفهم جيدا كيف يتردد مسؤول عن اتخاذ قرار، وأصبح معطى آخر كذلك الكل يقر به أن هنالك دور أو هنالك مسار تشاوري مع النقابات. علينا أن نقبل بهذا، هذا واقع جديد. على المسؤول أن يراجع النقابات في اتخاذ بعض القرارات الهامة دون التضحية بصلاحياته. الكلمة ليك.